لأنه لم يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. احنا مسكين في العبرانيين بقالنا فترة، لأن بولس الرسول بدأ رسالته عن تجسد المسيح وقال عنه كلام حلو قوي. قال بعد ما كلمنا الله بالأنبياء كلمنا في ابنه، جه بنفسه ربنا يكلمنا. وبعدين قال ده البكر دخل إلينا، الله الغير المحدود بكر كل الخليقة نزل لينا ودخل لنا، تجسد وتأنس مشي وسطينا. النهاردة يقول لنا ده نزل مش عشان خاطر يمسك الملائكة ويقومهم الخطية، الملائكة معاه، لكن نزل عشان يمسك نسل إبراهيم ويقومهم الخطية ويعمل منهم حاجة جميلة قوي. هتعمل ايه يا ربنا يسوع لما نزلت عشان تمسك نسل إبراهيم؟ قال تعالوا نشوف هنعمل ايه. بولس الرسول حط كم نقطة حلوين كده، قال ايه؟ لأن المقدس والمقدسين هما من أصل واحد. يعني ايه المقدس؟ اللي هو ربنا الذي قدسه الله وختمه ووافق ان هو ينزل ابنه ويتجسد ويمشي وسطينا، ده مقدس من الله. والمقدسين اللي هو نزل ومسكهم من العالم عشان يقدسهم كلهم، قال من أصل واحد. ايه الأصل الواحد؟ كلنا من ربنا من آخر. يعني كان السيد المسيح الابن هو واحد مع الآب، احنا نفخة منه من الآب. يوم ما خلقنا أخذ آدم نفخ في التراب. ويقولوا الآباء كلنا من نسل آدم، كلنا من نسل نوح، لأن ربنا أباد العالم كله بدأ بنوح بداية جديدة. ولما الناس كترت والشر كتر راح اختار أبونا إبراهيم من وسط أرضه وعيلته وطلعه في البرية، شوشوه كده ونشفه وظبطه وخلاه يمشي معاه واختاره بداية جديدة، لأنه قال له أنا عارفك هتعرف تحفظ ولادك. فطلع إبراهيم وإسحاق ويعقوب رجال مسكين في ربنا جامد، عشان كده كل اليهود يعتزوا بنسل إبراهيم، إحنا ولاد إبراهيم. عشان كده رب بولس الرسول بيكلم العبرانيين اللي المفروض اليهود زعطوهم من أورشليم، أنتوا اتنصرتوا طب امشوا من وسطينا، مش لكم حق تصلوا معانا ولا تدعوا من أول دلوقتي يهود، يلا امشوا بره. فلما اتكرشوا وزعتوا من أورشليم اتضايقوا، فبولس حب يطيب قلبهم، ده نزل مخصوص من السماء عشان يمسك نسل إبراهيم، يمسككم ويطلعكم من الخطية ومن البير ومن الوحلة اللي احنا وقعنا فيها، ويعمل بينا حاجة جديدة قوي. هيعمل بينا ايه؟ كلنا هيطلعنا قديسين، لأن المقدس والمقدسين هم من مين؟ من أصل واحد. فنزل ربنا يتجسد مخصوص علشان يعمل مننا قديسين. تخيلوا كده، مين فينا حاطط قدامه كده عنوان أنا عايز أبقى قديس، هدف يعني؟ ممكن الشباب يعني يحطوا أنا عايز أبقى دكتور، أبقى مهندس، أبقى صاحب مصنع كبير، صاحب شركة كبيرة، لكن مين فكر عايز يبقى قديس؟ ربنا تجسد مخصوص ونزل عشان يخلينا قديسين. نزل وتجسد مخصوص يقول كده لأخبر إخواتي. هتخبرهم بإيه يا رب؟ قال أخبرهم مش بألفاظ، أخبرهم بأفعال، مش أخبرهم بكلمات، أخبرهم بكلمة الله شخصيا، إنسان حل وسطيهم
بيقول لهم أنا هو الإله، أنا جيت عشان أبقى بكر الخليقة، بكر أول واحد يقوم من الخطية من الموت عشان كلكم تقوموا من الموت ومن الخطية، ما يسلطش عليكم الموت. فمن دلوقتي أنا جيت أتجسد عشان عايز تكونوا إخوة ليا، نقوم مع بعض من الخطية، وأنا جاي أقومكم وانتشلكم عشان أجعلكم ليا إخوة زي يا رب أنت تسوينا بيك. إحنا إخواتك؟ يقول أيوة إخواتي. طب ليه إخواتي؟ كمان شوية أكملها. جاي خلينا إخوة ليه، وجاي خلينا أبناء، لأنه لما افتخر بينا وقومنا ودانا نعمة وروحه سكن فينا وقرب منينا ودانا سند كده وفهمنا الطريق الصح من الطريق الغلط، افتخر بينا وقال افتخرت بإخواتي، وقف قدام الآب أقول له ها أنا والأولاد الذين أعطيتهم إياه ليا، فدول ولادي، فجي مخصوص عشان يخلينا أبناء لي. تخيلوا، يبقى إخواته ونبقى إيه؟ أبناءه في نفس البعض. إحنا ولادك يا رب. أيوة، مش أنا سميت نفسي ابن الإنسان؟ طب ليه سميت نفسي ابن الإنسان؟ عشان أبقى أنا ابنكو، جاي من نسلكو، من نسل إبراهيم، عشان أخدكو تبقى أنتوا كمان من نسلي. بقى الفعل اللي أنا فعلته، التجسد والصلب والقيامة والخلاص، لما انتوا خدتوه اصبحتوا عطية ربنا الدهاني ليكم، انتوا بقيتوا ابنائي. فيخش السماء ويفتخر بينا، يقول ها انا والاولاد الذين اعطيتهم لي. يفرح الاب بينا وربنا يفرح بينا. تجسد مخصوص، قلنا عشان يعمل ايه؟ يخلينا قديسين، يخلينا ابناء لي، يخلينا اخوة، يخلينا اخواته، ويخلينا ابنائه. الاكتر من كده يقول بولس الرسول، ده ربنا نزل تجسد مخصوص، خضع واتضع وأطاع السامي السمائي، بلاش نقول عليه العالي، لأنه هو اتضع ونزل لأرضنا، نقول اتضع وتواضع وأطاع مشيئة الآب عشان يعلمنا إحنا. ما تيجي تطيع زي ما تتدع، ده أنا سبت الكرامة وسبت مركزي وسبت اتحادي بالآب. يعني طبعا فيش، ما سابوش، هو لم ايه خرج بدون انفصال بل باتصال دايما، بس يقول سبت مجدي ونزلت خدت شكل العبد. وانت مش عايز تاخد الشكل بتاعي؟ ايه رأيك؟ شفت انا عملت ايه لما نزلت اتجسد ولقيت هيرودس عايز يقتلني؟ مرضتش اقف قدامه، هربت منه وسبته يعمل اللي هو عايز يعمله، ولا قاومته ولا وقفت قدامه ولا عارف يقتلني، لكن عرفت اهرب. ولما لقيت الناس عايزة تعملني ملك هربت منهم وصعدت للجبل، قلت ملك ارض ايه؟ انا مش ملك ارضي، دول مش فاهمين حاجة. ولما دوروا عليا وتعلقوا بيا قال لهم تعالوا هأكلكوا طعام تاني خالص، انتوا جايين عشان أكل وشرب، أنا مش بتاع أكل وشرب، فإيه رأيكم تيجوا تتعلموا مني أنا عملت إيه عشان تعملوا زيي؟ تيجوا تتضعوا وتتنازلوا عن الكرامة وعن مركزك وكرامتك وهبتك وتمشي ورايا؟ تيجي تطيع كلامي ووصيتي عشان أفتخر بيك؟ يقول جاء يجعلنا أبناء طاعة للآب. كمان السيد المسيح يفتخر بتلاميذه، دول سمعوا الوصية، دول ما همهمش الكلام بتاع الناس والشر والأشرار، دول كرزوا وبشروا زي ما أنا قلت تمام،
مشي وسط العالم بدون مزود ولا أحذية في رجليهم ولا عصا في إيديهم ولا اهتموا بالغد وكان ولا هممهم الحروب ولا القتل ولا أي حاجة يفتخر بيهم، دول سمعوا كلامي وأطاعوني فيقدمهم للآب، دول أبناء الطاعة. إيه رأيكم، إحنا أبناء طاعة ولا أبناء عصيان؟ نسمع الوصايا مش عايزين ننفذها، يقول لنا اعمله نقول له مش هنعمل، سلم حياتك ليا يا ابني لا مش هسلم، طب اتدع بس واسكت شويه وانا هعمل معاك اعمال جميله جدا، كل حاجه حولها لك للخير وانا لسه استناك، انا عايز اجري واعمل اللي انا عايز اعمله، ما انا سكت وبقالي سنتين معاك ما عملتليش حاجه ولا غيرت حياتي وانا زي ما انا والفقر عمال يجري ورايا، انا بقى عايز اشوف سكتي. يا ابني ما تستحمل شويه، ده انا هغنيك وهديك اللي انت عايزه، مش عايز اسمع كلام ليه؟ لكن كل اللي سمعوا كلام ربنا وما اهتموش للغد وطلبوا اولا ملكوت الله وبره وسمعوا وصاياه واطاعوه زي ما هو اطاع الاب، يقول ايه؟ دول ابناء طاعه. يقول لك ابراهيم ربنا باركه لانه اطاع، قال له خد ابنك اسحاق، قال له هاخد اسحاق، واسحاق يسموه ابن طاعه لان ابوه قال له تعالى اذبحك، قال له تعالى اذبحني، ولما اسلم حياته ربنا قال له مش عايزك تذبح ولا حاجه، انا بس كفايه طاعتك دي لابوك، طاعتك دي لابوك قلت له ولا انت هتموت ولا ابنك هيموت، انا لا اموت مكانكم انتوا الاثنين، انتوا تفرحوا ببعض لكن انا اللي هقدم ذاتي بنيابه عنكم. اهم حاجه عند ربنا الطاعه، عشان كده لما نزل وتجسد يقول كده هيقدمنا ابناء طائعين لله، ويقول كل اللي انت اديتهم لي خضعوا لمشيئتي ومش ههدى ولا هستريح لغايه لما اجمع كل العالم يخضعوا ليا، لكي يكون المسيح في كل شيء وبكل شيء. عايز يقول للعالم كله انا هعرف اجمعكم بقى، بس واحده واحده. طبعا ربنا ده مدرسه كبيره قوي، بيتكلم على مستوى اجيال مش على جيل، يعني جيل طلع منه مثلا 10%، الجيل اللي بعده بقوا 20%، جيل اللي بعده 30%، جيل اللي بعده 50%، لغايه لما يوصل ومش هيهدى غير لما يخلي كل الاجيال خاضعه ليه مطيعه ليه، لان هو تجسد مخصوص لهذا الهدف. فربنا تجسد، قلنا يعمل معنا كم ايه؟ كم حاجه؟ واحد ينتشلنا من الخطيه ويقومنا، يجعلنا إخوة لي ويجعلنا أبناء لي، يجعلنا قديسين، يجعلنا إيه تاني؟ طائعين، يعلمنا الطاعة زي ما أنا أطعت الرؤساء وأطعت أبويا وأمي يوسف النجار. تخيلوا يقولوا عن المسيح كان سنه 12، كانوا يدوروا عليه مش لقوه، ولما راحوا لقوه في الهيكل قالوا له أنت ليه سبتنا؟ مش تقولنا أنت رحت فين؟ قول الكتاب المقدس فخضع وأطاع وساب العزة وساب الناس ومشي مع أبوه وأمه، مشي مع يوسف ومريم ورجع تاني، قال لهم حاضر أنا متأسف زعلتكم. يا شاب عنده 12 سنة كان الناس مبهورة بيه وعمال يوعظ في الهيكل، مجرد ما يروح ليوسف النجار وستنا العذراء أنت ليه ما سمعتش كلام؟ أنت ليه سبتنا ومشيت؟ يقول حاضر، فأطاع ومشي معاهم وكان خاضعا ليهم. يا عشان يعلمنا الطاعة بقى، انت يا رب تسمع كلام يوسف النجار وتسيب العزة وتسيب الشعب وتسيب خدمتك، بس في طاعة، هم زعلوا لازم اراضيهم واقول لهم حاضر. تخيلوا في مرة بقول لشوية شباب تعرفين ليه مثلا ربنا في وسط الوصايا العشرة يقول أطيع أباك وأمك؟
بقى يقول الكلام الحلو، حب الرب من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك، ويقول الكلام لا تشتم لا تحلف لا لا، ايش دخل وصية اكرم اباك وامك في النص؟ ليه يعني؟ ليه؟ ايه رأيكم؟ عشان عايز يعلمنا من واحنا صغيرين كلمة حاضر. اعمل يا ابني، ابويا دوت مخه صعيدي مش زي مخي، بس اسمع كلامه ولا انا اكسر الوصية. هقول حاضر حاضر يابا. ام دي مخها متخلف شوية مش زي مخي، بس هقول لها لا ولا اسمع انفذ الوصية. حاضر يا رب انفذ. اقول حاضر ياما. فيطلع شاب صغير والطفل يقول حاضر حاضر، ولما يكبر يقول ده انا كنت مش فاهم، كان مخ صغير، كان عندهم حق، اتعلمت كتير لما قلت حاضر ونعم. عشان كده نزل ربنا خد شكل الانسان وطفل يقول حاضر ونعم، يهرب من ده ويمشي مع ده ويطيع ده. تعالى يا يسوع اشتغل معايا في النجارة، يقول له حاضر يا ابويا يوسف. تعالى يا ابني اشتغل معايا في المطبخ، حاضر يا ام العذراء. يخش يشتغل معاه في المطبخ ويخش يشتغل النجار ويمشي ويسيبه ويسيب التعليم ويمشي وراهم. علمنا الطاعة درس عملي في تجسده عشان نبقى احنا اولاد طاعة. مين فينا بيطيع؟ الطاعة دي لو تعودناها من صغرنا لبابا وماما نقدر نطيع أبونا في الكنيسة، نقدر نطيع الرؤساء ونستحمل اللي يجي علينا، نقدر نطيع بعض لما نتجوز كل واحد فينا يطيع التاني. حاضر ونعدي ونفوت، لأن الطاعة تنجي من الموت. فربنا له المجد تجسد مخصوص علشان ايه؟ يدور على نسل ابراهيم، النسل اللي حباه واداله نبوءات واداله وعود واداله انبياء يكلموه. جه قال لهم انتوا اخترتكم من وسط العالم عشان امسك بالنسل بتاعكم، ونبدا بقى نشتغل معاه. عايزين نعمل خليقه جديده بالتجسد. انا تجسدت ليه؟ يدينا نصرة على الخطية، يجعلنا إخوة مرة تانية، يجعلنا أبناء، يجعلنا مقدسين قديسين، يجعلنا أبناء طاعة. ربنا يدينا نعمة وبركة له المجد. تفضلوا.